بأول الضيوف في هذه المباراة الكابتن عبد الفتاح السيري. أول شيء ألف مبروك الفوز، خطوة جيدة بعد فترة التوقف أنك تحضر بانتصار، أنت لسه لاعب شاب وصغير وأمامك مستقبل كبير. فترة التوقف هذه إذا بديتها بفوز هذا يعني أنك بتمشي في نفس الرتم، أم أنه في النهاية أنتوا تضايقون من كثرة التوقف يا كابتن؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال. والله هذا مو مستوانا، بس يعني انت شايف التوقف وزي كذا، الحمد لله يعني ان ادينا هذا. الاهم شيء انه 3 نقاط، احنا جينا هنا عشان 3 نقاط. مستوى ان شاء الله مع المباريات حنرجع ان شاء الله. كابتن ايش قال لكم المدرب بين الشوطين؟ يعني ايش حرصكم عليه خاصه انه كان الفارق هدف؟ حرصنا على الفوز اهم حاجه، قال لازم نفوز ولازم اول ما ننزل اول 10 دقائق لازم نجيب هدف عشان نرتاح. طيب كابتن انت لسه لاعب برضه صغير، وبسالك عن هذا الموضوع عشان لان اللعيبه الكبار دائما يقولون فتره التوقف تضرنا، احنا حنلعب جوله قادمه وحيصير في توقف، نفس الامر يتكرر الضرر يعني؟ والله انا عن نفسي ان شاء الله حتى لو توقف، بالعكس التوقف انا استفيد. انت شخصيا تستفيد؟ انا عن نفسي يعني صغير، الكبار يعني متعودين على المباريات، واحنا برضه الصغار يحتاج لنا مباريات عشان الواحد يقدر يعني يأدي، كل مباراه ترتفع اللياقه عندي. كابتن كم عمرك انت؟ 19 سنه. خليني اقول لك يعني حتى يمكن الكابتن حامد بلوي اكيد يعني تستفيدون منه كثيرا كمدير الفريق، قال لي انتظر هذا اللاعب له مستقبل كبير. لما اكيد انك سمعت حتى هذا الكلام من ناس ثانيين، انت كيف تتعامل معه؟ يعني في ناس يقول لا تستعجلون على اللاعب حتى ما يصيبه شيء ولا يجي غرور ولا يجي حاجه، بس انا اشوف ان الوضع تغير، الشباب الصغار صاروا واعيين اكثر الحين في عصر الانترنت، عصر السرعه، كل فاهم الامور، انت كيف تتعامل مع هذا الموضوع؟ والله اول شيء اللي يقول يعني انه مستقبل على راسي، لكن ثاني انا لسه ما سويت ولا شيء، انا يعني قدامي ان شاء الله 15 سنه 10 سنوات لازم ادي فيها ان شاء الله، لسه الحين ما سويت ولا يعني. شوف عندك ما شاء الله محمد نور، عندك اسامه المولد، عندك حمد المنتشري، عندك رضا التوكر، عندك مبروك زايد، سعود كرير، مش على السيف، شوف ما شاء الله هذول ايش حققوا للناس. الله يعطيك الصحة والعافية، ونشوفك إن شاء الله مع عمدة المنتخب ويبعد عنك شر الإصابات إن شاء الله. يعطيك العافية حبيبي. شكرا للكابتن عبد الفتاح السيري، نتمنى له إن شاء الله مستقبل زاهر وباهر.